جنوب القاهرة بالنسبة لشباب المحامين. احنا بالأمس القريب يوم الخميس أعتقد كنا نقيم ندوة لشباب المحامين أتى فيها القاصي والداني من القاهرة ككل، من الجيزة أكثر مما من جنوب القاهرة، من شمال، من حلوان، نحاضر في شتى فروع العلم القانوني ونجعل المحاضرة يعلن عنها سلفا ويعلن عن المادة العلمية ويعلن عن المحاضر ويعلن عن كذا وكذا وكذا. وأرجو أن تأتي المادة الإعلامية للنقابة العامة ولغير النقابة العامة لطارة هذه الندوات وكيفية إدارتها وكيفية تلقي العلم فيها مفخرة بجميع المعايير. معهد المحاماة يضرب بجذوره في الماضي البعيد. المعهد في قانون المحاماة 17 من سنة 83 موجود في القانون، وكان موجود في القانون السابق، لأن معهد المحاماة هو الصورة المثلى لحسن إعداد شباب المحامين للعمل في الحياة العملية في المحاماة. حسن إعداد الشاب يخرج سفير فوق العادة لمهنة المحاماة. إن لم يتم إعداد المحامي الشاب على هذا النحو لن تحصل منه على شيء على الإطلاق، ولذلك كثير من المحامين الشبان في المحاكم يتخبطون نظرا لعدم التحصيل العلمي السديد. أما معهد المحاماة فمعهد المحاماة جنوب القاهرة. القاهرة كانت تحت الحراسة حتى عام 2012، وفي عام 2012 انتخب أول مجلس لنقابة المحامين بجنوب القاهرة، ومنذ اليوم الأول لهذا المجلس في 2012 أقامنا معهد المحاماة في جنوب القاهرة قبل أن تنشئ النقابة العامة منذ العام الماضي. إذن نحن من 7 سنوات 8 سنوات أقمنا معهد محاماة كان يدرس فيه شيوخ وعلماء وأفاضل كرام من المحامين الكبار. المعهد طبقا للقانون للنقابة العامة تضع الضوابط، لكن القانون في ذاته قانون محاماة أيضا عندما أقام دعائم المعهد من النقابة العامة جعل للنقابات الفرعية أن تقيم ندوات تثقيفية لشباب المحامين، فأصبح التلازم بين الأمرين أمر حتم. التلازم ما بين المعهد وبين التثقيف، وغاية المعهد التثقيف، وغاية التثقيف إعداد المحامي. وبالتالي كانت فيما مضى كانت الندوات تعقد على أعلى مستوى، ومعهد المحاماة كان يعرض على أعلى مستوى، وكان يدرس فيه كبار شيوخ مهنة المحاماة رحمهم الله جميعا، ولن نخوض في أسماء حتى لا ننسى أسماء. لكن معهد المحاماة يؤدي رسالته، يؤديها على الوجه الأمثل. لكن أرجو، وهذا نداء أيضا للنقيب العام، أن نعيد معهد المحاماة لكل نقابة فرعية على حدة. النقابات الفرعية هي المحتكة بالواقع العملي للمحامين في المحاكم. النقابة العامة كل الاحترام والتقدير للنقابة العامة، ونحن نقول ذلك، بل بالعكس نحن نؤيد ذلك. النقابة العامة تضع السياسات العامة وتضع القواعد الكلية العامة للعمل بمهنة المحاماة. أما حديث العمل في المشكلات التي تطرأ في المحاكم يوميا وفي غير المحاكم الذي نتصدى لها النقابات الفرعية. نحن نجوب طول الأرض وعرضها في مصر، في القاهرة وفي غير القاهرة، دفاعا عن كثير من المحامين الفيس عليه نقيب جنوب بيترافع مع الزميل الفلاني والأستاذ أمين العام في القضية الفلانية وهكذا. كل هذا الكلام يعني الأستاذ كرم خليفة هو موجود عشان خاطر يقول أنا الأمين العام المساعد وبأدي دوري. هذا بيأدي دوره، كل واحد يؤدي دوره. جنوب القاهرة أنا أقول يعني الله حديث اللهم لا رياء فيه ولا سمعة، أنا لا أبتغي منه السمعة لجنوب القاهرة، لكن جنوب القاهرة أشهد الله لا يدانيها أحد في العطاء. احنا في شهر يناير وفبراير الماضيين أحلنا أكثر من 5 أو 6 محامين للتأديب، مجلس تأديب الخارجي أمام محكمة الجنايات بمثل ما تطرحه الآن. وكان لنقابة جنوب القاهرة سبق لم يسبق فيه أحد، هناك بيان صدر من نقابة جنوب القاهرة تناولنا فيه هذا الفعل الذي تتحدث عنه. المحامي يبيع، مش البيع بمعنى الكلمة، ولكن يأتي أفعال، هذه الأفعال غير مشروعة فيلحق الضرر بموكله، بل طرح علينا من تولى الوكالة عن موكله وخصم موكله أيضا. إذن هذه أفعال وأحلناهم لمجلس تأديب، والنقيب العام يعلم هذا علم اليقين. وكان من محاسن حديث النقيب العام عن نقابة جنوب القاهرة أن طرح هذا على الاجتماع الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وقرر أن نقابة جنوب القاهرة هي التي تحيل التأديب كل ما تقف عليه من مشكلات وخلافات، وهذا شيء يؤخذ بالحمد للنقيب العام. ولذلك عندما ترد إليه شكوى محققة من نقابة جنوب القاهرة في إطارها الصحيح يقوم مشكورا بإحالتها للتأديب. نحن لدينا 3 لجان للشكاوى، أحد وثلاثاء وخميس، وكل لجنة مكتظة بالشكاوى ويتم تحقيقها تحقيق أشبه بالتحقيق القضائي من الألف للياء، وتوضع فيها الأسباب التي تنبئ عن تحقيقها تحقيقا قضائيا سديدا، وأن يكون القرار الصادر فيها يتفق تماما مع هو ما مطروح عليه. وتحدثت مع النقيب العام النقيب سامي عاشور مشكورا بهذه الكيفية، وأقر الرجل أنه بالفعل هذا القرار تأخر كثيرا، لأنه كان يتعين أن يصدر هذا القرار من 10 سنوات خلد، لكن يؤخذ له بالحمد ما قام به.
ويؤخذ له بالحمد أن وضع نفسه في مواجهة هذه الطغمة كلها، وأصبح الآن يدافع عن كيان مهنة، يدافع عن كيان مجتمع، يدافع عن عدالة لا تتحقق إلا بمقاومات المحاماة الحقيقية. محامي تخرج من كلية الحقوق الحقيقية، تعلم، دخل معهد المحاماة، وقف على قدمين ثابتتين في العمل، تتلمذ على يد أساتذة أجلاء، هنا تكون العدالة حقيقية. وبالتالي حديث التعليم المفتوح وتنحية التعليم المفتوح جانبا عن الانخراط في سلك المحاماة، والمحاماة قيم ليست مجرد شهادة، محاماة قيم وفضائل وتحصيل علمي وكذا وكذا، وحدث ولا حرك في هذا الإطار. لذلك عندما وقف النقيب في أمام محكمة في القضية التي رفعت عليه من أصحاب التعليم المفتوح، كان يقف مرفوع الهامة نظر لأنه يقول أنا لم أقف في قضية شخصية، أنا أقف في قضية تتعلق بأمة بالكامل. نريد أن نرى ما هو أكثر تفعيلا وتأثيرا. الآن عدة مئات ألوف تم حصرها عن نقابة المحامين، تم حصرها عن الجدول فضلا عن الموارد الموجودة في النقابة، وبالتالي كل ذلك يؤدي حتما إلى زيادة موارد النقابة. المحامون ينتظرون أن تنعكس هذه الموارد في صورة خدمات حقيقية، وأرجو من النقيب العام أن يفسح المجال في هذا الأمر لاستطلاع أهل الرأي والحل والعقد في النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وأن تكون لديه بطانة حق ترشده إلى الصواب حتى يستطيع إذا ما اتخذ قرارا يكون هذا القرار متفق مع الصالح العام للمحامين. هذا هو النتاج الطبيعي للتنقية. ألا يحمل كرنين قبط المحامين إلا المحامي مشتغل بمهنة المحاماة اللي يشرف بالمهنة والمهنة تشرف به. هب أن الكرنين وقع في يد سواء تاكسي، ومع احترامنا لأصحاب الحرف والمهن هذا كلام لا ينال من هؤلاء على الإطلاق، ولكن كل له عمله. المحاماة لها قيم ولها أدب ولها فضائل، لابد أن يتحلى بها من يحمل بطاقة نقابة المحامين. هذه البطاقة لا يحملها كان كلية الحقوق كانت كلية الوزراء، الوزراء فيما مضى. إذا ما دار الزمن وانحدرت المسألة بعض الشيء فلا يعني ذلك أن تنحدر مهنة المحاماة، وستعود مهنة المحاماة إلى أعلى عليين بمشيئة الله. يقينا قانون المحاماة نفسه تناول هذا، وغير قانون المحاماة لدينا الشريعة الإسلامية، ولدينا لكل أقول لأخواننا الأقباط لهم شرائعهم التي تحض على القيم والفضائل والأداب وإلى آخره. نفس الشيء بالنسبة للشريعة الإسلامية، القيم والأداب والفضائل وحفظ العهد وعدم خيانة الأمانة وحدث ولا حرج، كل ذلك أفرغ في قانون المحاماة. قانون المحاماة هناك فصل بعنوان كده واجبات المحامي، واجبات المحامي أعتقد من المادة 62 وما بعدها، تتحدث عن أن على المحامي أن يتخلق بالخلق الكريم وأن يتصل بالأمانة وكذا وكذا وكذا. هذا الكلام يطبق لابد، لابد أن يكون أمين. حديث العلم المحاماة تقوم على عنصرين، أمانة وعلم. الأمانة والعلم، من افتقر إلى أي منهما لا يمكن أن يكون محاميا، فلابد أن يكون أمينا، هذه واحدة، حتى يحافظ على ما يدلي إليه به موكله ويسارع إلى العطاء. على نحو ما سألت، هناك من يقول الموكل المحامي بعني، هذا ينتفي عن المحامي صاحب الأمان. ثم العلم، لأن فقد الشيء لا يعطيه. المحاماة مهنة علم. القاضي الذي يجلس في المحكمة يستمع إلى المحامي، يتلقى من المحامي. المحامي اجتهد، بحث، أخرج من بنات أفكاره ومن كتب وأمهات الكتب والأحكام والمبادئ المستقرة ما يطرحه على القاضي. القاضي يعمل نوع من الموازنة. عندما محكمة النقض تستمر لثلاثين سنة تطبق مبدأ من المبادئ، وبعد ثلاثين سنة تجتمع الهيئة العامة لمحكمة النقض. الهيئة العامة لمحكمة النقض عبارة عن الدوائر المدنية والجنائية معها، تجتمع لتعدل عن مبدأ استقر في محكمة النقض ثلاثين سنة مضت. هذا الكلام لا يكون إلا بناء على الطعن محامي. عندما يطعن بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أو ما شابه ذلك، الطاعن محامي، إذن هو فكر محامي. ما لم يكن المحامي صاحب علم كيف يخرج هذا الفكر؟ لا يستطيع بحال من الأحوال. الأصل أن النقابة الفرعية هي المنوط بها في المقام الأول حل هذه الخلافات. كما قلت سلفا، النقابة الفرعية هي وثيقة الصلة بالواقع العمل للمحامين أمام في المحاكم في كافة الجهات وكافة الاتجاهات، وبالتالي هي التي يصل إليها الخبر ابتداء. وبالتالي لا يمكن، كيف يتسنى للنقابة العامة أن تواجه هذا الظرف من الخلافات في الجهات القضائية وغير القضائية، في أسوان مثلا، في مطروح مثلا، في بورسعيد مثلا؟ إذن النقابة الفرعية في كل دائرة من هذه الدوائر هي الأقرب والأقدر على حل. عندما تستفحل المشكلة ويصبح هناك لزاما أن تتدخل النقابة العامة،
سواء كمجلس أو في شخص النقيب بسلطاته وصلاحياته، يكون عند هذا الأمر يطرح الأمر على النقيب العام. الآن الموارد تختلف عما كانت في عام 2003. آخر حاجة في 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 أتعاب المحاماة، اللي كانت الأتعاب عبارة عن 20 جنيه و 25 جنيه و 10 جنيه و 5 جنيه، بعد هذا ارتفعت بقت 50 و 75 و 100 و 150. إذن ذلك عاد على النقابة بإيرادات الدمغة، والدمغة خيرا فعل النقيب العام في الضوابط الموضوعة بالنسبة لها الآن، حتى لا يتم تزويرها ولا ولا ولا. إذن الخدمات الآن تؤدى بشكل جيد، مفيش كلام، لأن لكن على الطرف الآخر نريد المزيد. لماذا؟ نرجو المزيد في ظل زيادة أسعار العلاج بصفة عامة، وفي ظل الطفرة التي حدثت في أنواع في الأمراض. ذا الشاب الصغير الآن يصاب مثلا بذبحة صدرية، ويصاب في بعمليات في القلب مفتوح لا يصاب بها شيخ. أنا عندي 70 سنة، يعني الحمد لله رب العالمين، ندعو الله إلى أن نوار الثرى أن نظل بصحة جيدة، لكن ممكن لا يصاب الكبير ويصاب الصغير. هذا الكلام يقتضي أن الصغير ده يبقى محل اعتبار النقابة العامة والنقيب العام، نظرا لأن الصغير سنواته في المهنة محدودة، مش كده؟ الآن حديث المعاش مثلا على سبيل المثال للحصر، مش السنة ب40 جنيه، مش كده؟ في ظل الوقت الحالي السنة 40 جنيه. طب الشاب اللي عنده 5 سنوات في الاشتغال بالمهنة يبقى كام؟ والحد الأدنى بقى 500، مش كده؟ 50 بقى الحد الأدنى 500 جنيه. الآن هيعملوا ايه 500 جنيه لو هو عنده ولدين، ولا ولد وبنته ومراته، بقى دي أرملة ودول يتامى؟ نحن نؤدي هذا الدور. جنوب القاهرة بفضل الله، وهذا من عند الله، وهذا الباب الذي خلفك لا يغلق في وجه سائل أبدا. نقابة جنوب القاهرة تؤدي للأرامل واليتامى ما لا يؤديه أحد على الإطلاق. التزم بشرع الله، الأمانة، الشرع، أن تتقي الله رقم واحد، أن تحصل العلم أينما وجد، ولا تسعى السعي الغير مشروع الذي يسعى إليه رغبة في حب المال وسرعة جمع المال وكسب المال يوردك موارد الهلاك. ونحن نترفع عن كثير من الشباب دلوقتي في جنايات تزوير، ما حضر جلسات وأحكام وتوكيلات حدث ولا حرج، لأنه قد تعجل الربح الحرام، وبالتالي هذا الكلام كله يورده موارد الهلاك. التحف بالله سبحانه وتعالى وخليك على تقوى من الله، فضلا عن التحصيل العلمي ستأتيك المحاماة بما لا تتوقعه من الخير بمشيئة الله.